شعبنا الأردني، وسجل أن أنا مع قضيتنا الفلسطينية وضد المتطبعين والمهرولين وضد كل من يتعامل ونسخ أمنية مع العدو السوري. نقول من هنا نحن مع حي جراح ومع كل جزء في فلسطين، لا أقول القدس فقط وإنما فلسطين، لأن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين، ولا نقول القدس الشرقية بل القدس الشرقية وغربية وستعود ما دام في أسرى وفي أسيرات ومرابطين ومرابطات ومناضلين ومجاهدين. نقول العودة للميثاق الوطني الفلسطيني والعودة للكفاح المسلح. نقول الإعلان الجهادي اللي عطلوا في مؤتمر دكان قبل ربع قرن. نقول أننا مع شعبنا. نقول ما يرتكب اليوم في فلسطين، كل فلسطين باب العمود وحي جراح، هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب مرتب المسائل الجنائية، ويعتبر إخلال بالسلم والأمن العالميا بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمادة 9 ترتب المسائل حق العودة. 143 قرار تأكيد على حق العودة، هناك 3102 3226 و2648 كلها قرارات تؤكد على حق العودة والتعويض، ولكن للأسف الشرعية الدولة تصمت وانحاز. وأنا طلبته تحت القبوة والآن طلبته بحل مجلس الأمن وتشكيل مجلس يحقق العدالة ولا يكون هناك حق فيتو. نقول أن شعبنا الفلسطيني سينتصر، ونقول لشعبنا أننا في الأردن قد قدمنا 96 شهيد من قواتنا المسلحة في 67 دفاعا عن حي هذا الحي الذي نعتز به ونفخر، ولا يمكن أن نتهاون بأرواح شهدائنا ولا بجهل، لأنه هذا جزء من عقيدتنا. ففلسطين كل فلسطين لنا وستعود لنا ما دام في مجاهدين. وأطالب وقف التنسيق الأمني وطرد السفير وإغلاق السفارة وإلغاء اتفاقية وادي عربة وناقل البحر، وأطالب أيضا وطالبت اليوم بإلغاء القواعد الأجنبية الأمريكية والألمانية على الأرض الأردنية، وطالبت يجب أن يميز بقوانيننا بين المقاومة الفلسطينية والإرهاب. هل تعلم أنه لم يميزوا بين المقاومة والإرهاب؟ أصبحت المقاومة في فلسطين إرهاب بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها بلدنا. هذا لا يمكن أن يكون، ولكن إن شاء الله ستعود فلسطين محررة. ولا نقول كما قال ناس من السلطة سنذهب إلى صمد زائرين، بل نقول سنذهب إلى صمد ويافا وطبرية وعكا فاتحين محررين. وقد طلبت اليوم بتوأمة بين عمان والقدس، بين الصمد ونابلس، بين الكرك والخليل، بين إربد وطبرية، ووجهت دعوة للعالم العربي والإسلامي أن يسعوا إلى التوأمة وأن ينشأ صندوق لدعم الأسر والشهداء في فلسطين.